في إطار الجهود التي تبذلها الشركة العامة للكهرباء للرفع من القدرة الإنتاجية والقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية، بدأت الأعمال المدنية والحفريات في مشروع غرب طرابلس الاستعجالي بقدرة إنتاجية تصل إلى 670 ميجاوات، والذي تنفذه ائتلاف شركتي سيمنس الألمانية وإنكا التركية. موجودين الآن في موقع المشروع. المشروع هذا القدرة الإنتاجية متاع 670 ميجاوات، متوقع الانتهاء من عمل المشروع خلال 15 شهر بإذن الله تعالى. يقوم ائتلاف شركة إنكا سيمنس بتوريد وتركيب المحطة. شركة إنكا الآن اللي موجودين خلفنا يقوموا بعمل الحفريات لصب القواعد الخرسانية لوحدات التوليد. تقوم الشركة أيضا بتركيب الخلاطات التي لإنتاج الخرسانة داخل الموقع. يأتي هذا المشروع ضمن المخطط الاستراتيجي الذي يتضمن تنفيذ 3 محطات، منها في مصراتة بقدرة 640 ميجاوات، ومحطة طبرق بقدرة 740 ميجاوات. قامت الشركة العامة للكهرباء مع الجهات المعنية بمجهودات كبيرة لتوفير الأمن في المحطة وفي محيطها، لتحسيس الشركات ولتحسيس الائتلاف أن بالأمن والأمان، حتى تقوم بجلب العمالة اللازمة لأعمال التركيبات. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة وفي إطار أدائها لمهامها تدعو إلى ضرورة تكاثف جهود كافة الجهات العامة والخاصة وأصحاب المحال والأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمواطنين، الوقوف معا وقفة وطنية للمساهمة في الحفاظ على مكونات الشبكة الكهربائية.